السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي راح نتابعها. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. بعد تقديم الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء ونيلها ثقة أعضاء مجلس البرلمان، اليوم بدأ السيد السوداني بمهامه وواجباته الحكومية وفقا لمواد الدستور، خصوصا المادة 80 اللي نصت على صلاحيات مجلس الوزراء التي تضمنت تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة وكذلك الإشراف على عمل الوزارات. وهذا ما أقدم عليه السوداني منذ اليوم الأول بتسنمه رئاسة الوزراء، حيث عقد الاجتماعات مع الوزراء للاطلاع على سير الخطط الوزارية اللي راح يتم العمل بها. أما في ملفنا الثاني من ملفات هذه الليلة راح نتابع مع عبور القوى السياسية صخرة تشكيل الحكومة وتمكنها من إنتاج معادلة مغايرة منذ عهد التغيير، يتزعم طرفها الأول رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني والطرف الثاني فريق الوزاري، وما نالته من دعم سياسي محلي وأقليمي ودولي يكاد يكون منقطع النظير. فإنها نقصد بها الحكومة المشكلة حديثا راح تكون أمام مسؤوليات غير قليلة بالمرة، في البدء منها ما يتعلق بالخدمات فضلا عن منجزات أخرى لكن ليست اعتيادية. فالإسناد السياسي اللي حظيت به هذه الحكومة يوجب أن يكون نتاجها موازي لطبيعة الدعم والفرص المتاحة. إذن مشاهدين، هذين الملفين راح نتابعهم في حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. زميلتنا نهى الشمري عادتنا تقرير يختص على المادة القانونية اللي تخول رئاسة الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. يباشر السيد السوداني عمله بهذه الخطوات اللي وصفها مراقبون بداية لنجاح الحكومة، إذ أن اتباع القانون بإدارة أمور الدولة والدستور أيضا تسهل عمل الحكومة دون عراقيل أو تخبط خارج دائرة الدستور ومواده. نفتح وياكم هذا الملف لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. خطوات متتابعة يخطوها رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني نحو إصلاح العملية السياسية وفق مواد القانون والأطر الدستورية التي تضمنت عدة صلاحيات ضمن مهامه الحكومية، تمحورت حول إرساء العملية السياسية على بر الإصلاح الحقيقي، إذ تعد انطلاقة حقيقية صوب النجاح الفعلي لحكومته الجديدة بحسب خبراء القانون. نص المادة 80 سابعا وثامنا على التوصيات، على عقد الاجتماعات، على عقد الاتفاقيات، كذلك هناك مجال رقابي آخر من قبل السيد رئيس الوزراء مقارنة أيضا بالمجال الرقابي الذي يتمتع بها الدور النيابي للعضو البرلمان العراقي. بالتالي هي صلاحيات واسعة تدل على عزم السيد رئيس الوزراء على المضي بمنهاج الحكومة. كذلك من الأمور التي طرحت هي مكافحة الفساد، عندما طلب من الوزراء عقد وكشف ذمم للوزراء. مهمة كبيرة أمام رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بعد المباشرة بواجباته الحكومية لتنفيذ برنامجه المطروح الذي ينطلق من احتياجات المواطن والبلد بضرورة تحقيق الوعود التي جاء بها، إذ يحث السوداني خطاه لعقد اجتماعات عديدة مع الوزراء الجدد بمتابعة سير عمل الوزارات وفق الخطط الوزارية الموضوعة. المادة القانونية هي تتيح لرئيس مجلس الوزراء متابعة مؤسسات التنفيذية. إذا أنا أعتقد بأنه السيد السوداني يسير باتجاه خطوات واثقة، وهذه الخطوات الواثقة دليل بأنه يمتلك من الخزين الخبرة في إدارة دفة الحكومة. فبعد حسم ملف الكابينة الوزارية، أكثر من 10 وزراء يباشرون أعمالهم ضمن وزاراتهم المخصصة وفق البرنامج الحكومي الذي يتيح لهم طرح منهاجهم الوزاري والخطط الموضوعة لكل وزارة. بتتبع أحكام القانون وبنوده، السوداني يتجه صوب تنفيذ وتخطيط السياسة العامة للدولة بمتابعة دقيقة وإشراف على سير عمل الوزارات وفق الصلاحيات الممنوحة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين، الدكتور أسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، وكذلك الأستاذ محمد الياسري المحلل السياسي. أهلا بكم ضيوف الكرام، ضيوفا الكرام في الاستوديو. وكذلك ينضم معي عبر سكايب الدكتور ماجد مجباس الأستاذ القانون في جامعة ميسان،
حياك الله دكتور ماجد، ارحب بحضرتك. وخلينا نبدا من جنابك دكتور ماجد، نتحدث عن مواد الدستور. احنا في كل مره نرجع للدستور ونحتكم اليه، ولكن لما نشوف اكو تطبيق صحيح ووفق ماده دستوريه يخلينا انه نضع العديد من الخطوط لناخذها بالتحليل والمتابعه. نتحدث عن الماده 80 ونلاحظ بان رئيس الوزراء بدا بالفعل ياخذ صلاحياته ويتابع عمل المنهاج الوزاري وبرنامج الحكومي. كيف تحلل لنا وتفكك هذه الماده دكتور؟ نعم، تحية طيبة لديك الكريمين. حياك الله. بس لو سمحت يعني الصوت يبدو دكتور يمكن اكو خلل بالانترنت. الاخ سجاد نعالج هذا الخلل لو نستمر يعني يا ريت انه نخلي على الاتصال والانترنت. دكتور أسامة أرحب بحضرتك، ونتحدث عن حراك رئيس الوزراء تمثل بزيارات عديدة لمقار الوزارات للوزراء، وضع بعض الخطط والبرامج اللي من الممكن أن تنفذ ونقطف ثمارها سريعا. كيف تنظر إلى هذا الحراك المبكر؟ شكرا جزيلا أستاذ أحمد المحترم وإلى مشاهدي قناة الأيام، وتحية إلى زملاء الضيوف سيد محمد الياسر ودكتور ماجد مجباس، وشكرا على الاستضافة. يعني أولا نتحدث عن الحكومة في يومها الأول تقريبا أو في ساعاتها الأولى، هو انطلاقة باتجاه أولا ترميم الواقع. تدري حضرتك أنه الحكومة السابقة كانت تعمل بإجراءات وبصلاحيات تكاد تكون مقيدة، وبالتالي كانت هناك جملة من التداعيات والمشاكل والإخفاقات والاستياء اللي كان متولد لدى الرأي العام، والاستياء اللي كان متولد لدى عدد من المنتسبين الوزارات بسبب مثلا قطع معاشاتهم، وخاصه ما يتعلق بالاجور اليوميه وغيرها اللي كانت متوقفه لاسباب تتعلق بعدم اقرار الموازنه. لذلك حركه رئيس الوزراء انا بتقديري هي لمعالجه هذه الاشكالات ومحاوله اعطاء حلول فوريه سريعه. طبعا مو فقط رئيس الوزراء، اكيد جنابك وكل المشاهدين قد يتابعون مواقع التواصل، وانما حركه لعدد من الوزراء اتجهوا باتجاه الدوائر والتشكيلات التابعه لهم اللي تعاني من مشاكل حقيقيه او خلينا نسميها مستعصيه، وبالتالي هم وفق الصلاحيات يتخذون قرارات عاجله وسريعه لفك المشاكل، لفك التقاطعات اللي قد تكون تقاطعات ماليه، تقاطعات قانونيه، اداريه، اجراءات متخذه، غيرها من الامور. فضلا عن ذلك محاوله اعطاء جانب وجرعه معنويه نفسيه الى كل العاملين على انه ضروره ان تكون هناك عمل جاد وروحيه جديده، باعتبار انه اليوم الحكومه دعنا نقول اتيه وبقوه ولديها رغبه حقيقيه لان تتصالح مع الشعب. هذه المصالحه مع الشعب تكون من خلال المنجز. يعني ما ننتظر احنا بصراحه من رئيس الوزراء انه يطلع علينا بلقاءات مثل ما اعتدنا قد يكون في مراحل سابقه، انه يطلع علينا بلقاء تلفزيوني ويبقى يتحدث ويبقى يسرد خطط واجراءات وغيرها واللي قد تكون اغلبها ما يتطبق. اليوم واضح انه رئيس الوزراء يريد ينزل للميدان، يريد ينزل للشارع، وبالتالي يحاول انه تكون افعاله هي التي تتحدث اكثر مما قد يتحدث في الاعلام او في مواقع التواصل، وان كانت هي مهمه. لكن انا اعتقد اذا حقق فد انجاز معين او فد مصالحه معينه مع الناس راح تكون عليها اثر كبير، افضل من ان يتحدث بلقاء او بتصريح قد يعود بأثر عكسي إذا ما تحقق. أستاذ محمد وجد الترحابي بحضرتك، ونتحدث أيضا عن المادة 80، ولكن بعد دكتور ماجد ما وضح لنا إياها، ولكن ما نصت عليه هذه المادة هو تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والإشراف المباشر من قبل رئيس الوزراء على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. هسه غير المرتبطه بوزاره او الهيئات المستقله، هيئه النزاهه لما كان الفساد او مكافحه الفساد اولويه في البرنامج الحكومي، نشوف اليوم اكو زياره لهيئه النزاهه، لما نكون ضمن الاولويات قطاع الصحه نشوف بالامس كان اكو زياره لوزاره الصحه،
وقبلها زيارة لوزير الصحة إلى مستشفى اليرموك مثلا. هذا الموضوع مثل ما أشار الدكتور أسامة بأنهم ما بدينا بالتصريحات الإعلامية بل بدينا بالعمل الميداني، يشكل لنا متغير جديد في العملية السياسية أستاذ محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولضيفيك العزيزين ولمشاهدينكم الكرام. طبعا انه السيد السوداني في هناك عوامل نقاط وقوة تعتبر في حراكه الذي بدأ. اولا لم يلتزم بان هناك يوم دوام رسمي للاستلام والتسليم، وانما ذهب بان يكون في اي يوم وبدون احتفالات معدة، وذهب بشكل بسيط والمباشرة بالمهام بشكل اساسي. زيارته مثلا الى هيئة النزاهة تأكيد على ان الحراك ضد الفساد ومعالجته، وهو وضع في برنامجه مدة زمنية وواقعية في تصوري بأن هذه الحالة يجب أن تعد هناك آلية متكاملة خلال 90 يوم لمكافحة الفساد بشكل نهائي في الدولة العراقية. هذا بدءا بزيارته، فدعم لهيئة النزاهة وتشكيل فريق حكومي داعم لتقديم كامل المعلومات لدى هيئة النزاهة فيما يتعلق مثلا بكشف الذمم المالية. لأول مرة أن رئيس وزراء يذهب ويكشف ذمته المالية في بداية تسنمه للمنصب، وهذه أيضا هم إشارة ونقطة ضوء إلى أنه جميع الذين أفسدوا أو أهدروا المال العام هم تحت دائرة الاتهام أو تحت دائرة أن سينالهم العقاب، بالتالي لا توجد حصانة للجميع. هذه في ملخص ومؤشر زيارته اليوم لهيئة النزاهة. أيضا حراكة وزيارات لوزارة الصحة، هناك عدد من الملفات وضعت ضمن أولويات في حكومة السيد السوداني طبعا، وأيضا من ضمن هذه الأولويات مثلا أن السياسات العامة للبلاد هو ترسم من خلاله وتنفذ ويشرف على تنفيذها أيضا على حكومته، وبالتالي أيضا هم وعد أيضا من خلال تصريحاته وخلال برنامج الحكومة بأن أي مسؤول أو أي وزير يقصر في أداء مهامه سيأتي به إلى البرلمان ويطالب بإقالته ومحاسبته. هسه مرة بس يقيلونه ويروح، لا، هنا محاسبته أيضا وفق القانون. بالتالي هذه لأول مرة نشهد أن حكومة تولد في وفق هذه الظروف وتعمل بشكل واقعي، لأن والحكومة السابقة التي هي حكومة الفيسبوك والإعلام والتي كانت عبارة عن وعود خلصت علينا وعود منذ البداية لحد ما خرجت، ما قدمت أي ملف ولا قدمت أي منجز ولا حققت أي شيء من برنامجها. لكن عندما نجد أن اليوم السيد السوداني يتحرك بهذه الآلية وبهذه الخطوات ويؤكد ويؤشر إلى أن جميع الملفات ستكون حاضرة فيما يتعلق، والنقطة الأولوية الأساسية لديه هي مكافحة الفساد باعتبار حكومة تصريف الأعمال كانت أسوأ حكومة مرت بعد العام 2003، وكثير من شبهات الفساد تلاحقها في جميع سواء التعاقدات والصفقات وكذلك الاتفاقيات الدولية غير القانونية باعتبارها حكومة تصريف الأعمال، فكل هذه تقع تحت دائرة الاتهام. بالتالي اليوم السيد السوداني قام بهذا الحراك ليبرز للشعب بأنه جاء بشكل حقيقي، وأن حكومة الخدمة الوطنية التي أطلقها الإطار التنسيق على حكومة السيد السوداني هي حكومة حقيقية. أيضا العامل الآخر الذي يساعد السيد السوداني في هذا هو وجود الوفرة المالية. الوفرة المالية اليوم لدى العراق تمكن السيد السوداني من تقديم الخدمات، وخصوصا الذهاب باتجاه مثل مشروع ميناء الفاو الكبير، نعم، محطة تحلية البصرة. أستاذ محمد، نتناول هذه الوفرة والمخططات الاقتصادية في الملف الثاني إذا تسمح لي، ولكن خلي ركز على المادة 80. أرجع للدكتور ماجد، حياك الله مجددا دكتور ماجد. إذا كان سؤال حضرتك واضح في البداية، نتحدث عن المادة 80 من الدستور وما أتاحت لرئيس الوزراء أن يتحرك ضمن بنود هذه المادة، شلون تفسر لنا قانونا نفهم بعض الإجراءات اللي يقوم بها رئيس الوزراء؟ نعم، أحسنت. أنا قبل أن أخوض بتفاصيل مادة 80 وما قولته المادة 80 من صلاحيات مهمة وصلاحيات واسعة لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أتكلم بجانب شخص متفقون على شخص السيد السوداني لا غبار عليه، تدرج إداري وانحدار من عائلة مهمة ووضع اجتماعي
مميز، وبودي أن أركز على جانب موضوع مهم وتكلمت عنه في مراحل سابقة من بداية الانتخابات ولغاية الآن. قلت يجب يعني لكي ينجح رئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون مدعوم بكتلة برلمانية كبيرة أو كتلة برلمانية متفقة على استيزاره أو منحه الثقة، وهذا الأمر هو متحقق الآن بحكومة السيد السوداني. حكومة السيد السوداني الآن مدعومة بكتلة برلمانية مهمة، لذلك ستكون مهمة السيد السوداني، أنا لا أقول هي مهمة سهلة، مهمة بالتأكيد فيها من التحديات الشيء الكثير ومن الملفات الشيء الكثير، ولكن إضافة لما ذكره الزميلين من عوامل نجاح هذه الحكومة، أكيد مسألة وجود مثل هكذا كتلة برلمانية هو سيكون عامل مهم في نجاح الحكومة. وقبل أن أخوض أيضا بنص المادة 80، لابد من الإشارة إلى نص المادة 60 من الدستور العراقي ومسألة إصدار مشروعات القوانين. أنا قلت مرارا أنه منظومة التشريعات العراقية فيها خلل كبير وتحتاج إلى وقفة ومعالجة، أقصد كمنظومة متكاملة هذه منظومة التشريعات، لأنه الكثير من التشريعات الحاكمة للاقتصاد العراقي التي هي على مسيس من خبزة الناس هي لا زالت تشريعات مشبعة بالروح الاشتراكية، وهي تشريعات حزب البعث المحظور وفيها فلسفة هذه المسألة. لذلك هذا الأمر يجب أن يكون شاخص أمام حكومة السيد السوداني وتوضع له خطة استراتيجية لإصدار مشروعات القوانين مع وجود كتلة برلمانية مهمة. أما بالنسبة للمادة 80، أيضا ما يهم من الموضوع أنه في بعض الأحيان لديك يعني ترسانة من القوانين، ولكن الضعف كل الضعف يكون من خلال تنفيذ هذه القوانين. في القانون يعني نبسط المسألة ونقول هذا القانون يحتاج إلى تمشية الدم بعروقه، ونحلل هذا الموضوع نقول من خلال تنفيذه من قبل السلطة المعنية بالتنفيذ وهي السلطة التنفيذية. دكتور، احنا اليوم جاي نقارن مسارات واقعية على أرض الواقع مع المادة 80، يعني احنا لا نتكلم فقط عن تفسيرها القانوني بقدر ما أنه سقط على أرض الواقع، هنالك حراك. تفضل دكتور أسامة. أنه الأستاذ محمد الياسري يعني حكومة موظف مداوم اليوم الخميس عنده حكومة وعنده وزير، يجي يوم الأحد يلقى وزير ثاني، وتم التسليم والاستلام بطريقة سلسة، واستثمروا عطلة، وحتى الزيارات كانت خلال هذه العطلة. نعم، كنت أريد أذكر لحضرتك أنه الأنظمة والتعليمات اللي ذكرها حتى تقريركم الآن، السيد السوداني هو مركز على هذه المسألة. لأنه أنا كيف أحقق الخدمة، كيف أستطيع أن أقوم بمهامي؟ أكيد من خلال تنفيذ التشريعات. التشريعات تنفذ بواسطة أنظمة وتعليمات. الآن هو مركز على مسألة الأنظمة والتعليمات التي تسهل مسألة القوانين. الكثير من الملفات الآن تدري البرلمانات السابقة، ودائما هذه أنا مشخصها، أنه تركز على التشريعات ذات الصبغة السياسية أكثر من التشريعات ذات الطبيعة الخدمية والتي هي على مسيس مع حاجة الناس وقوت الناس. الآن السيد السوداني يركز على هذا الموضوع ابتداء من عنوان الحكومة، هي خدمة وطنية. كيف تقدم الخدمة؟ من خلال تنفيذ القوانين. شلون تنفذ القوانين؟ عندي أنظمة وتعليمات، هذه خاضعة سلطة الحكومة. يعني الآن الحكومة تستطيع حتى أن تقوم بخطوة سابقة لمجلس النواب من خلال إصدار الأنظمة والتعليمات. بواسطة هذه الأنظمة والتعليمات تستطيع أن تقدم من الخدمة الشيء الكثير. نعم، السيد السوداني الآن يعني نقطة الشروع الأولى كانت نقطة موفقة، هو ركز على نقاط رئيسية من بداية الأيام، وكان الموضوع موضوع عملي أكثر مما هو نظري. يعني الآن تكلم عن مسألة مهمة بمكافحة الفساد، خطوة عملية اللي هي مسألة مدراء المكاتب، واشترط أن يكون مدير المكتب من داخل الوزارة، من داخل الوزارة ولا يأتي به بمنصب حزبي. عند هذه النقطة توقف دكتور لو سمحت، وانتقل لدكتور أسامة. الدكتور السعيد يتحدث ضيف الكريم الدكتور مجباس عن هذه التفصيلات، ونضيف أيضا قضية اقتراح مشروعات القوانين قضية مهمة جدا. بالتالي لما نتحدث عن انتخابات مبكرة خلال سنة، تغيير قانون انتخابي خلال 3 أشهر، لتمشية الأعمال وتفصيل البرنامج الحكومي وفق
الموافقة على المنهاج الوزاري، هذه كلها بحاجة إلى اقتراح مشروعات قوانين وإصدار أنظمة وتعليمات لهذه القرارات ومتابعة مباشرة من قبل الوزير المعني أو حتى رئيس الوزراء. هذا الحراك راح إذا كانت هذه المقدمات نستبشر بنتائج جيدة؟ بصراحة نحتاج شجاعة، هذه الشجاعة مبنية على أساس أنه أولا نثق برئاسة الوزراء ونثق بنزاهتها. هذه الشجاعة تتعلق بفك الارتباط ما بين القوانين والتشريعات الجديدة أو الحديثة، واللي البعض طبعا من عندها دا يرافقها القصور بالتطبيق، لذلك تشوف أنه دا يصير القانون دا يعاد مرة أخرى إلى مجلس النواب حتى يعدل. وأيضا العملية فك الارتباط مع القوانين والتشريعات السابقة القديمة اللي هي ما قبل عام 2003، واللي هي ما عادت تلائم الآن المرحلة ولا تلائم طبيعة النظام السياسي ولا تلائم طبيعة النظام الاتحادي والصلاحيات الممنوحة بموجب قانون 21 للمحافظين ومجالس المحافظات اللي نحتاج تكييف لها أو نحتاج قانون جديد. طبعا يعني خلينا نسميها تركة ثقيلة ما بين اخفاقات سابقة وما بين قوانين وتشريعات هي قديمة أو متقادمة، تحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى لجان فنية متخصصة، تحتاج إلى رؤية واقعية في عملية التطبيق والتنفيذ، لأنه أغلب الحالات الفساد خاصة الجوانب الإدارية والمالية، أغلب حالات الفساد قاعد يعني تستفيد من هذه المساحة أو تستفيد من هذه القصور في بعض القوانين والتعليمات، وبالتالي تنفذ من عندها وتمر الأمور دون أي تكون أي محاسبة أو مراقبة أو حتى أن تعتبر في بعض الحالات مخالفة. يعني مرات أكو حالات فساد تحصل لكن هي ما بها أي مخالفة، أنت تباوع الورق سليم، الإجراءات سليمة، اللجنة موقعة، غيرها من الأمور، لكن هي في غاطسة أكو حالة فساد. لذلك نحتاج نرجع ونقول إحنا نظامنا نظام برلماني، قوة الحكومة هو من قوة المجلس النواب، قوة رئيس الحكومة من قوة الائتلاف الداعم إليه، نجاح رئيس الوزراء مرهون بتعاون الأحزاب معه، مرهون بتعاون أعضاء مجلس النواب في أن يعني يعملون ليل نهار حتى يسايرون عمل الحكومة. أشار دكتور مجباز دكتور أسامة إلى قضية الدعم السياسي، هسه رئيس الوزراء لما يكون هو منذ تكليفه كان مرشح الإطار وبالتالي الخانة الأوسع من الإطار هو تحالف إدارة الدولة، بالتالي هذا الموضوع راح يخلي أكو تأييد بقوة لرئيس الوزراء كشخص. يعني إشارة مهمة، أنا ضد أنه نسميها حكومة إطار. نعم رئيس الوزراء مرشح الإطار باعتبار الكتلة الأكبر، لكن الحكومة هي حكومة عراقية، حكومة مشاركة فيها كل الأحزاب، لذلك المسؤولية. نرجع إلى أصل المصطلحات والتسميات اللي كنا نتحدث بها قد يكون في حكومات سابقة، المسؤولية مسؤولية تضامنية جماعية، الكل يتحمل المسؤولية. اليوم المكون السني السياسي مشارك بكل أحزابه تقريبا، نعم. المكون السياسي الكردي مشارك تقريبا بكل بحزبين رئيسيين، نعم. الأطراف السياسية الشيعية عدا التيار لم يشارك، هم أيضا هو مشارك، لذلك المسؤولية أنا أعتقد هي مسؤولية جماعية. النجاح هو راح يكون نجاح للجميع. اليوم أكو مسؤولية أخرى قد تكون غير منظورة تقع على عاتق رئيس الوزراء بما يقوم به من إجراءات، بما يقوم به من قرارات، هو إعادة الثقة بالنظام السياسي، إعادة الثقة بالعملية السياسية. احنا نريد نطالب الناس أنه تطلع في طاقة ناخب، نطالب الناس الشباب أنه يشاركون بالانتخابات. هذا ما يحصل إذا ما كان أكو منجز لدى الحكومة، هذا المنجز نقدر احنا نرتكز عليه ونقنع الناس والرأي العام، احنا كأساتذة الجامعات يعني كإعلاميين مثل جنابك، أنه يا ناس روحوا وطلعوا بطاقة ناخب، روحوا حدثوا بطاقة ناخب حتى تشاركوا الانتخابات القادمة. إذن عفوا دكتور، يعني احنا بحاجة إلى ترميم النظام السياسي. نعم. أستاذ محمد لما نتحدث ويتحدث الدكتور السعيدي عن ترميم النظام السياسي بهكذا طريقة، راح نشوف أنه الاستلام والتسليم من قبل حكومة تصريف الأعمال واستلام المهام من قبل الحكومة الجديدة يعني مضى بسلاسة، وحضرتك أشرت إلى أنه التركة الثقيلة وغيرها، لحد الآن ما سمعنا تصريح لا من رئيس الوزراء ولا من الوزراء بأنه أكو تركة ثقيلة وإلى آخره، أكو مسارات قانونية تتبع لما قامت به الحكومة السابقة من مخالفات، وهذا أيضا موضوع
عملي في مسار العملية السياسية. نتحدث هنا عن ما ستبدأ به وتشرع به الحكومة الجديدة. إذا كانت هنالك شماعة وتعلق عليها الأخطاء فهذا راح يكون عندنا صورة نمطية لأحداث سابقة. المسير بهكذا اتجاه جديد، هل تنظر إليه بأنه خطوة نحو الأمام؟ يعني بالتأكيد أنه السيد السوداني عندما تسلم هذه الوزارة وهذا المنصب وشيخها بهذه الكابينة كان يعرف جيدا أن هناك إخفاقات في الحكومة السابقة، ويعرف جيدا أيضا أن هناك مشروع أيضا لدى السيد عبد المهدي، وكان أيضا جزءا منه في الإعداد له في أيضا، ومن هذا المشروع أيضا ما يحتاجه العراق لهذه الرؤية. فبالتالي السيد السوداني يفهم منذ 2018 الحاجات العراق الأساسية والضرورية سواء من الناحية الاقتصادية وكذلك العلاقات الخارجية، وأيضا شاهد ولاحظ بشكل واضح الإخفاقات الحكومية للسيد الكاظمي حتى نهايتها. فبالتالي عندما جاء وبإصرار على أنه لديه الإمكانية الكاملة، هو يعرف أن هناك مجموعة من التحديات تواجه حكومته، ولديه أيضا رؤية وحلول لهذه التحديات وهذه الإشكاليات. نعم، هو ركز في نقطتين أساسيتين، هناك نعم. جانب تنفيذي وجانب تشريعي. نعم. هناك مجموعة من المعرقلات حددها بشكل أساسي، مثلا تشريع قانون المحكمة الاتحادية، تشريع قانون مجلس الأمن الوطني، وكذلك مجموعة من القوانين من ضمنها قانون الانتخابات، وأعطى كل له مدة زمنية محددة. بالجانب التنفيذي أيضا حدد هناك مجموعة من المشاريع يجب أن يتم العمل عليها بشكل أساسي وفوري، بأنه لابد أن يتم الذهاب إليها بشكل أو كخطوة أولى بدون هذا، مستفيدا أيضا من حالة الانكفاء الأمريكي التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا الصراع مع الصين. فبالتالي هذا أيضا أتاح فرصة كبيرة باعتبار أمريكا تريد حماية وتأمين مصادر الطاقة. أيضا النقطة المهمة الأخرى أن خصوم السيد السوداني في هذه الفترة ضعفاء جدا، البعض أما انسحب من البرلمان تماما وكان رافض للسيد السوداني، وبالتالي أصبح لا يوجد له تمثيل في البرلمان، أي لا يوجد عليه ضغط برلماني مثلا من كتلة سياسية تعارضه أو تثير له المشاكل أو مثلا ترهقه بالاستجوابات، هذا هم أيضا تخلص منها السيد السوداني. النقطة الأخرى مثلا قوى تشرين بممثليتها في البرلمان هي ضعيفة، لا وجود لها، أصبحت وحيدة بعد تفكك التحالف الثلاثي. لكن وأيضا في الشارع عندما نلاحظ مثلا في 25 تشرين نجد هناك أفراد على عدد الأصابع هم في الساحات، بالتالي أصبح أن هناك غياب تام لهذه لخصوم السيد السوداني وضعفاء جدا، وهذه هم أيضا تعتبر نقطة قوة وتضاف إلى أن السيد السوداني بإمكانه أن يباشر بتقديم الخدمات بدون أن يواجه أي مشكلة من هذه المشاكل. نعم، خطواته التي قام بها مسنودا بكتلة سياسية كبيرة كما تفضل الأساتذة الأفاضل، وأيضا بحلفاء أيضا لكتلته التي رشحتهم في التحالف إدارة الدولة. نعم، هذه المسؤولية الجماعية على القوى السياسية. وأيضا هنا أشير أيضا إلى أنه حتى في اختيار كابينته الحكومية أشر إلى أن هناك راعى موضوع إعادة الثقة ما بين القوى السياسية. نعم، في الفترة الماضية شهدنا هناك فقدان لعامل الثقة، اتهامات متبادلة بين سواء بين الأحزاب سواء في المكون الواحد أو سواء في المكونات الثلاث الكبرى. اختياره للوزراء من المكونين السني والكردي كسياسيين أيضا عامل مؤشر إلى أن القوى الشيعية لا تريد إقصاء القوى السنية أو الكردية، وهذا أيضا أعاد وأيضا وضع القوى السنية والكردية على الواجهة بأنه على المحك، بأنهم في حال أي محاولة من قبل الأحزاب السياسية السنية أو الكردية التنصل عن مهامها أو تحويل جميع السلبيات باتجاه الحكومة والهروب من هذه المسؤوليات، أيضا بأنهم سيتحملون هذه المسؤولية وهم جزء منها. فبالتالي هم أيضا كان عامل مساعد في تشكيل كابينة الحكومية للاستقرار السياسي، وبالتالي عندما يكون هناك استقرار سياسي ستتحقق. طيب. ويمكن تقديم الخدمات من خلالها. طيب دكتور ماجد، نتحدث أيضا بعد أن تحدثنا عن المادة 80 والمواد الأخرى اللي أشرت لها حضرتك، نتحدث عن النظام الداخلي لمجلس الوزراء. هسه على مستوى رصد إعلامي ما سمعنا أنه أحد يعني يستند كثيرا إلى النظام الداخلي،
فلو تفحصنا هذا النظام نجد أن بعض المسارات استخدمها السيد السوداني وكابينته الوزارية من رقابة وتشريع قوانين مستثمرا المواد اللي نص عليها النظام الداخلي. نعم أحسنت، النظام الداخلي ولا يرقى لدرجة يعني لدرجة أنها تمكن رئيس مجلس الوزراء أن يقوم بمهام هي غير متناسبة مع القانون أو غير متناسبة مع الدستور. هذا النظام الداخلي الذي شرع في 2019 أو 2018، هذا النظام الداخلي نفسه هو فيه من المشاكل الشيء الكثير، نفس النظام الداخلي. أحسنت لهذه الإشارة. هو شرع في 2014 وعدل في 2019. أن شخصنا فيه من المشاكل الشيء الكثير من خلال طبيعة اختيار المستشارين، من خلال طبيعة اختيار المساعدين والأعوان لرئيس مجلس الوزراء، فيه من المشاكل الشيء الكثير، يعني ضوابط وشروط اختيار هؤلاء الأشخاص فيها مشاكل. كذلك في مسألة حكومة تصريف الأعمال اليومية لم يشر الدستور إلى، يعني هو ذكر فقط حكومة تمشية الأعمال اليومية، في النظام الداخلي أشار النظام الداخلي لحكومة تصريف الأعمال اليومية وذكر بعض المسائل بشكل صريح تعتبر من حكومة تصريف الأعمال اليومية، ولكن يحتاج إلى شيء من السعة وإلى شيء من الإيضاح بهذه الجزئية تحديدا التي تحتاج أن توضح. المحكمة الاتحادية انبرت وأوضحت الكثير من مسائل حكومة تصريف الأعمال اليومية بالاستناد إلى النظام الداخلي والدستور، ولكن أغلب المشاكل أو الأعم الأغلب من المشاكل التي المخالفات القانونية التي صدرت من حكومة السيد الكاظمي هي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، وصدرت كما ذكرت جنابك الكريم بالاتكاء على هذا النظام الداخلي لأنه فيه بعض النصوص الواسعة، فيه بعض النصوص الغير ممكن تصحيحها في هذه المرحلة دكتور ماجد، حكومة السيد الكاظمي أن تقوم بمثل هكذا إجراءات. تتوقع يعني سريعا إذا تسمح لي، تتوقع أنه راح تلغى بعض الأوامر الديوانية كما حدث في الحكومات السابقة في أثناء تصريف الأعمال عندما يكون هنالك إصدار للأوامر تلغيها الحكومة التي الجديدة اللي تأتي من بعدها باعتبار أنه فترة تصريف الأعمال لا تسمح بذلك؟ نعم، باعتبار الحكومة الحالية هي الوريث اللي أستخدم هذا المصطلح، هي الوريث الشرعي للحكومة السابقة. هذه الحكومة الخلف من حقها أن تنسف بعض التصرفات أو الأوامر الديوانية وبدعة الأوامر الديوانية. سيد الفاضل، بدعة الأوامر الديوانية صاروا يصدرون أوامر ديوانية حتى تخالف القانون وتخالف الأنظمة والتعليمات. احنا من نريد نكيف الأمر الديواني، الأمر الديواني هو أمر إداري، والأمر الإداري لا يمكن أن يخالف أنظمة وتعليمات ولا يخالف قانون ولا يخالف دستور. الجماعة العفو بحجة الأمر الديواني صاروا حتى يخالفون مو فقط الأنظمة والتعليمات والقانون، يخالفون حتى الدستور. لذلك أتوقع أن هناك الكثير من الأوامر الديوانية يعود السيد السوداني ويعيد النظر فيها، وكذلك السيد السوداني وحكومته باعتبار صاحب شأن أتوقع أيضا أن يقيم الكثير من الدعاوى القضائية أمام القضاء المختص سواء قضاء إداري أو قضاء دستوري لمساءلة الحكومة السابقة عن بعض الجزئيات وبعض التفاصيل التي قامت بها خلاف القانون. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور ماجد نجباس أستاذ القانون في جامعة ميسان، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. ضيوف الكرام تفضلوا بالبقاء معي كي نتابع بعد الفاصل، كونوا معنا مشاهدي الأحبة. حياكم الله مجددا. زميلنا المراسل علي حبيب ذكر لنا في تقريره بعد ان تمكن رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني من التوصل او الوصول لخط النهايه وشكل الحكومه الثامنه منذ تغيير النظام، فانه اصبح امام مهمه جديده الابرز فيها قطاع الخدمات المثقل بالازمات، لكن طبيعه الدعم السياسي راح يسهل بالتاكيد كثير من هذه المهمة وجملة من تحدياتها. خلونا نتابع تفاصيل التقرير وبعدها نتناول أطراف الحديث مع ضيوف الكرام. بعد منح مجلس النواب الثقة لحكومة السوداني بأغلبية الأعضاء، تتركز الأنظار على المرحلة المقبلة التي يقفز في سلم أولوياتها وعلى رأس أجندتها
السرعة في اتخاذ مواقف ثورية وجادة لمواجهة التحديات ومعالجة التراكمات والأوضاع المتردية في البلاد. فالسودان يتحرك لاحتواء الأزمات والتموينية أولى محطات حكومة الخدمات، فضلا عن ملفات الصحة والكهرباء والسرعة في إعداد مشروع الموازنة للعام المقبل. فالبرنامج الحكومي واعد ويلامس أولويات المرحلة واستحقاقات الوضع الراهن، وجميعها ستنفذ ضمن توقيتات زمنية محددة. وإلى جانب هذا البرنامج الحكومي، فإن رئيس الوزراء يحتاج إلى دعم سياسي وبرلماني يحرك المياه الراكدة في الساحة الداخلية، بما يضمن سن القوانين التي عطلتها الصراعات السياسية وفي اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تفكك أزمات العراق، خاصة وأن الجو السياسي المفعم بالاستقرار وانتعاش خزائن الدولة يعظم من فرص النجاح. فالعراقيون يترقبون عهدا جديدا من التغيير بما يحاكي تحديات وصعوبات المرحلة التي تعتبر الأشد ضراوة منذ عام 2003. فمشوار الرئيس محمل بملفات متقاطعة في مختلف المجالات، ويحتاج حتما إلى مناخ سياسي يؤمن مسيرا طبيعيا للفريق الوزاري، ويكون قادرا على إنتاج معادلة سياسية جديدة تصوب أهدافها نحو تحسين الواقع المرير لغالبية الشعب العراقي، خاصة وأن معطيات النجاح سهلة المنال. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وجدت ترحابي بضيفي الكريم الأستاذ محمد الياسر والدكتور أسامة السعيدي، حياكم الله ضيوف الكرام. دكتور أسامة، أكو عبارة مستهلكة أنه أعمل بصمت ودع عملك يتكلم، ربما هذه لحد الآن ما شفنا تصريحات إعلامية بقدر ما شفنا أكو حراك على أرض الواقع، وهذا الحراك مدى ينقل بتفسيراته، ولكن أكو صورة جاءت تتكلم. إذا ما استمرينا بهكذا حراك وعندنا أولويات وعندنا برامج وزارية، نتحدث عن طرفي المعادلة، رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء، وبالطرف الآخر الوزراء، هل راح تكون العلاقة تبادلية بالمسؤوليات والكل يدعم دور الآخر؟ يعني أولا ماكو بالعالم يعني رئيس وزراء أو وزير يرغب أن يفشل يعني في عمله أو في مهامه أو يخفق في بعض الملفات. الكل من يكلف تدري يعني هو قد يكون يكلف يعني راح يكون وزير قد يكون لمرة واحدة في حياته، أو يكون رئيس وزراء لمرة واحدة، لذلك ما يريد يترك أثر سيء أو سلبي في نظر وفي نفوس الناس وأيضا للتاريخ يعني راح تثبت. القضية الثانية، أكو عندنا بالإعلام تدري حضرتك أكو دعاية كلمة وأكو دعاية فعل. نعم. دعاية الفعل هي أكثر تأثير ورسوخ في نفوس الناس وفي مخيلتهم من دعاية الكلمة. لأن دعاية الكلمة قد ما أنا أقول إنه هاي الحكومة ناجحة وهذه الحكومة ستنجح وهذه الحكومة ستحقق، الناس ما راح تقتنع، بس الناس ما راح تشوف يعني وراح تلاحظ وراح تلمس وراح تشعر بأن هناك تحول مثلا في موضوع الكهرباء، أن هناك تحول في موضوع البطالة، وأن هناك عدد من أبنائنا وشبابنا اللي عاطين عن العمل بدأوا يجدون فرص عمل، هناك عدد من مثلا حملة الشهادات العليا بدأت يعني يصدر لهم أوامر بالمباشرة في عدد من الجامعات والدوائر. هذا نعتقد أبلغ من أي مؤتمر صحفي وأبلغ من أي مقابلة تلفزيونية يمكن أن يجريها رئيس الوزراء. ممكن ما بعد هاي الإنجازات بعد ما خلينا نقول مرور شهر شهرين ستة لا بأس أن يظهر رئيس الوزراء ويقول أنا سويت كذا وأديت كذا وعملنا كذا وحققنا كذا، حتى من باب إعطاء جردة لما يتحقق وحتى يخلي الرأي العام العراقي بالصورة وفق ما تحقق. أما الآن ما أعتقد أنه يعني من المنطق ولا من المعقول أنه اليوم يظهر بمؤتمر صحفي أو يظهر بتصريح أو يكلف أحد من ينوب عنه أنه يصرح. لا، إحنا فعلا نريد أنه أكو فعل وأكو إجراءات وأكو سياسات يعني سريعة حتى تنقل أو تنقذ الوضع من الحراجة اللي الآن قد يكون احنا نمر بها. طيب أستاذ محمد، يعني هذه المقارنة أو العلاقة الارتباطية بين رئيس الحكومة والوزراء اللي قارن بها الدكتور السعيدي،
نأتي إلى مقارنة أخرى وهو الوعود والأولويات اللي وضعتها الحكومة لنفسها في منهاجها الوزاري والرقابة الشعبية والرقابة السياسية على أداء هذه الحكومة، أيضا لازم نقارن به. هو بالتأكيد أنه اليوم حكومة السيد السوداني يعني هي ألزمت نفسها عندما وضعت في برنامجها مجموعة من النقاط والمؤشرات ووضعت لها جدول زمني، بالتالي هي ألزمت نفسها في هذه المدة الزمنية بأن تقدم هذه الخدمات أو أن تقوم بإصدار هذه القوانين والتشريعات خلال هذه المدة. في حال إخلال بأي من هذه المواد هنا ستكون هي أمام الواجهة الشعبية. هذه النقطة. النقطة الأخرى كما تفضل الدكتور أسامة فيما يتعلق بأنه كل مسؤول لا يريد أن يفشل. نعم، اليوم السيد السوداني بدأ من أول يومه بالذهاب مباشرة إلى أهم مفاصل التي تشهد هناك، مثلا في على الحكومة السابقة مثلا تشهد هناك خللا كبيرا، وزارة الصحة الذهاب أو والذهاب ثم إلى هيئة النزاهة، هنا شخص بأن مكافحة الفساد بأنه هيئة النزاهة لها مطلق اليد في محاسبة أي فاسد سواء الجهة السياسية جهات عامة وكذلك شخصيات، لم يستثني أحد وبدأ بنفسه. ثم الذهاب إلى القطاع الصحي باعتبار أنه في الفترة الماضية العراق يعني يعيش أوضاعا صعبة فيما يتعلق بالقطاع الصحي، بالتالي كانت هذه الرسالة الأولى. لكن أيضا ليس فقط رئيس الوزراء، عندما نجد مثلا بعض الوزراء نزلوا إلى الشارع، أعطيك مثال مثل تظاهرة المنتسبي الخطوط الجوية العراقية، مباشرة نزل وزير النقل إلى المتظاهرين وأعطى إجازة اتخذ قرارات جلية، عندما أعطى إجازة إجبارية مثلا لمدة شهر لمدير عام الخطوط ورفض كل الإجراءات التعسفية بحق الموظفين. عندما نجد أن الوزير في أول خطواته ينزل إلى الشارع مباشرة بالمؤسسة التي يديرها يتعامل معها ويزرع روح الثقة، هذه الخطوة الأولى التي تؤدي إلى التعاون. نعم، ولكن هذا أيضا هم تطالب أيضا أن تستمر، يعني إحنا مو نجد فقط أنه هذه فقط في الأيام الأولى، لكن حسب ما نعرفه من قراءة وأدلة وشواهد في الفترة السابقة عن السيد السوداني وحتى عن كابينته والشخصيات التي اختارها وخصوصا من المكون الشيعي كلها عليها علامات إيجابية، لم تكن هناك مؤشرات سلبية اتجاه أي شخص منهم خصوصا من المكون الشيعي، بالتالي هذه المؤشرات وهذه القرارات تقول أن هناك بارقة أمل. لكن في نفس الوقت يجب أن يكون هناك إعلام آخر يكون ينصف الجانب الحكومي. إذا نلاحظ مثلا في العام 2019 كان الإعلام ضعيفا في الوقوف مع حكومة السيد عبد المهدي رغم قيامها بخطوات إيجابية وكانت تمثل مشروعا حقيقيا لإنقاذ العراق سواء على القطاع الاقتصادي ذهب بالاتفاقية الصينية كذلك مثل التعاقد مع شركة سيمنز. طيب، لكن هناك واجهة مشاكل في أن الإعلام سواء الإعلام الحكومي أو الإعلام المساند لم يكن موفقا في الدفاع عن الحكومة. طيب، أيضا الجانب الإعلامي اليوم حكومة السيد السوداني أيضا بحاجة إلى هذا الإعلام، إذا لم يكن هناك إعلام ناجح يقف معها ويشخص أنه بشكل حقيقي يقوم الأخطاء ويوضح النقاط الإيجابية أمام الشارع العراقي حتى لا ننخدع. أفضل أنواع الإعلام هو ما يضع الأموال في جيب المواطن أستاذ دكتور أسامة، ونتحدث هنا عن إعداد الموازنة اللي سنة مضت وما عندنا موازنة بها، وبالتالي التحديات اللي راح تواجهها الحكومة الجديدة هل ستكون قادر على إعداد برنامج موازنة، وهذا الموضوع أيضا اقتراح مشروعات القوانين إصدار الأنظمة ووضع يعني الموازنة وفق ما يعني ارتأت الحكومة الجديدة في برنامجها، راح نقدر نختصر هذه المدة ونستثمر التأييد البرلماني بتمريرها سريعا؟ يعني هذه مسألة جدا مهمة. تعرف حضرتك أنه إحنا دولة ريعية، وبالتالي عدم إقرار الموازنة معناته توقف يعني أكثر الأنشطة التجارية والأنشطة الاقتصادية وعمل والمشاريع المتلكية كلها أغلبها متوقف، لأنه هاي الاستحقاقات لازم يتم إيفائها من قبل الحكومة ومؤسساتها ومن قبل حتى المحافظات. يعني واحدة من أسباب تعثر المشاريع في المحافظات أن الموازنة تجي متأخرة، وبالتالي ما يلحقون يصرفون
التعاقدات تتأخر وتتأخر كل الإجراءات، يعني هي مو هي السبب لكن قد يكون الوحيد، لكن قد يكون السبب الرئيس. اليوم اللي صرح انا اعتقد او تم التصريح به من قبل الحكومه، يعني هسه انا ما اتذكر قد يكون شخص رئيس الحكومه قبل ان يعني يؤدي القسم او احد عنا، انه راح يتم اقرار الموازنه 22 خلال الايام القادمه وتقديم موازنه 23، باعتبار انه احنا عمليا يعني 22 خلصت ما بقت بها يعني سوى تقريبا حوالي 60 يوم او اكثر يعني بقليل، نعم، ومقبلين على موازنه 23. هذا راح يشكل مصدر ثقه مهم اولا للمواطن وللشركات، لا ننسى انه العالم اليوم دا يمر بازمه يعني اقتصاديه، وبالتالي انت من راح تتعاطى بثقه مع الشركات العالميه اللي انت متعاقد وياها اللي تنفذ مشاريع، راح تزيد من فرص هذه تعاقد الدوله مع هذه الشركات وتعزز من ثقتها، وايضا موضوع التوقيت بالانجاز يعني السرعه بالانجاز، لان احنا نفوسنا تزيد سنويا مليون نسمه او مليون مولود جديد، يعني عمليا احنا كل سنه خلينا نقول نحتاج يعني ما يعادل 500 الف وحده سكنيه، نحتاج مدارس، راح نحتاج معادله طيب. رياضيه حتى نطلع نسبه وتناسب، ايش قد نحتاج مدارس، ايش قد نحتاج مستشفيات، ايش قد نحتاج بنى تحتيه، ملاعب رياضيه، هسه احتياجات لربما المواطن كلش عانى منها، ولكن على نظره استشرافيه دكتور اسامه، اذا كانت الحكومه هي جاده في تحقيق اولوياتها، نستذكر المطبات اللي تتعرض لها الموازنه في البرلمان واعادتها وتفصل على مقاسات يعني برلمانيه وليست وزاريه، هذا الدعم راح نشوف انه في هذه الموازنه في نظره استشرافيه راح تمر الموازنه بسلاسه في هذه الدوره؟ يعني راح يبقى يمكن العقده المستمره في كل موازنه هو موضوع اقليم كردستان. نعم. يعني تعرف اكو استحقاقات بذمه الاقليم الى الحكومه الاتحاديه، واكو استحقاقات بالمقابل بذمه الحكومه الاتحاديه الى اقليم كردستان، هذه دائما هي العقده في المنشار، وغالبا ما لا يعني ما نوصل الى تسويه، لأن الإقليم متمسك أنه ما يسلم سنت واحد إلى الدولة الاتحادية، وبالمقابل الحكومة الاتحادية تقول أنا ما أقدر أوفي. قد يكون اللي حصل في حكومة مصطفى الكاظمي، وحتى قد يكون يعني صار اتفاق في حكومة السيد عادل عبد المهدي، أنه عزلوا موضوع رواتب الموظفين إقليم كردستان وقامت تسلب مباشرة بمازن عن الالتزامات العامة، لكن حتى هذا الموضوع أنت ما ممكن تسلم رواتب موظفين انت ما تعرف اعدادهم ولا تعرف منو منهم محال على التقاعد، ولا تعرف ان هم منو خدماتهم، ولا هم خاضعين الى ديوان الرقابه الماليه، ولا هم خاضعين الى وزاره الماليه. يعني نحتاج ان يكون اكو تعاون اكثر من قبل اقليم كردستان مع الدوله الاتحاديه حتى تمشي الامور، وهذه واحده من التحديات. اشكرك شكرا جزيلا دكتور اسامه السعيدي، استاذ العلوم السياسيه في جامعه النهرين، والشكر كثير حضرتك استاذ محمد الياسري المحلل السياسي، أثريتما الحوار في الملفين، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.